الو، السلام عليكم خوتي. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بعافيه. معكم اميره، راكم سوغ انستغرام ليرن ويز اميره وسوغ لاشين يوتيوب ليرن ويز اميره. توجو خوتي مكمله مع لا سيري فيديو تاع لي ال 1. جوست ابري راح نبارطاجي اون فيديو تاع لي ال 2. دونك اليوم كاين دو فيديو، وحده تاع لي ال 1 وواحده تاع لي ال 2. تلقاهم سوغ انستغرام، تلقاهم سوغ يوتيوب. شجعوني، راح نزيد نحط لكم دوطخ فيديو وبارطاجيوهم مع اكبر عدد ممكن، هكا باش يستفادوا كامل، وهذا الشيء راح يكون في الميزان تاع الحسنات تاعكم. الو خوتي، راح نهضر دوكا مع لي ال 1 عليه من بصح، سي سورتو على المواد الثانويه اللي يقراوهم في البروميير اني بيولوجي. درت لكم في لا فيديو تاع البارح المواد الاولى ولا المواد الاساسيه عفوا اللي يقراوهم في البروميير اني بيولوجي. دركا راح نهضر على المواد الثانويه. دونك المواد الثانويه اولا خوتي عندنا ام اس اي. ام اس اي معناها المات، رياضيات. هذا الموديل واش فيه؟ فيه كور وفيه تي دي، ما فيهش تي بي. هذا الموديول خاوتي نورمال فيه الرياضيات تاع الاحصاء، تاع الاحتمالات، الدوال البسيطه، ماشي كاع كيما المات تاع الليسي اللي كانت واعره. نو، المات سهله البسيطه اللي تقدروا يعني كي تحضروا لي كور تفهموا لي كور وتفهموا الدروس والقوانين. ابري تدخلوا لي تي دي تطبقوا هذيك القوانين اللي تعلمتوها وتحلوا دي سوجي. توجور سي لي تي دي اللي جينيرالمون يطيحوا في ليكزامان، دونك ليكزامان يشبه للتي دي. الكور ما فيهش استجوابات وما فيهش يعني حتى حاجه، ابار كو في النهايه تاع الفصل راح تجوزوا اكزامان فينال تاع الموديول. بينما التي دي لا، التي دي تقدر بين شاك 3 تي دي تجوزوا استجواب. دونك تي دي الحضور اجباري، حتى الكور من الافضل تحضروا. علاش خوتي؟ باش يعني تفهموا الدروس. في النهايه خوتي عندكم اكزامان فينال تاع الموديول. لا نوت تاع الكور سي 60% من لا نوت تاع الموديول، لا نوت تاع التي دي سي 40% من لا نوت تاع الموديول. هذه بالنسبه للرياضيات. موراها خوتي عندنا موديول اسمه ام تي تي. ام تي تي هذا سي لي تكنيك اللي تستعملوهم في البيولوجي سيلولار. دوك نفهمكم، قلت لكم البيولوجي سيلولار باللي فيها تي بي ياك. التي بي خاوتي باش ديروا التجارب راح تستعملوا تقنيات. كاين لا تكنيك سيتولوجيك، كاين لا تكنيك ايستولوجيك، كاين لا تكنيك دو كريو دي كاباج. في الاول راح يبانوا لكم كلمات واعرين، باغ كونطخ هي تقنيات نستعملوهم باش نتحصلوا على نظره في هذاك الميكروسكوب، باش نقدروا نشوفوا هذاك النسيج، ولا نزيدوا له مواد كيميائيه، نديروا غروسيسمون معين، نستعملوا مواد معينه للتقطيع. دونك هذوك التقنيات تاع التي بي راح تقراوهم في هذا الموديول ام تي تي. ام تي تي كيف كيف فيه الكور والتي دي. الكور سي راح يشرح لكم الدرس والتقنيه، والتي دي راح تفهموا التقنيه اكثر. في التي دي خاوتي جينيرالمون يديروا لكم اكسبوزي، ما يديروا لكمش استجواب، من الله اعلم. بون كاين البعض يديروا استجواب، مي جينيرالمون يديروا لكم اكسبوزي، يعني شغل بحث ديروه على تقنيه معينه وتقدموه وتشرحوه. فوالا، ام اس اي المعامل تاعها تنين، و ام تي تي كيف كيف المعامل تنين. ابخي عندكم واحد الموديول اسمه اش او اس بي، المعامل تاعو واحد. اش او اس بي هذا خوتي هو تاريخ البيولوجيا. هذا اسهل موديول راح تقدروا تقراوه وتتلاقاو به. هذا خوتي راح تقراو على التاريخ البيولوجيا، شكون اول لي شيرشور اللي هضروا عليها، شكون اول العلماء اللي هضروا عليها، متى كيما نقولوا بدا هذا العلم، وقتاش بداو يهضروا عليها اكسيتيرا. دونك تهضروا على التاريخ تاعها. المعامل تاعو واحد، ما فيهش تي دي، فيه كور فقط، وجينيرالمون فيه اكزامان واحد في نهايه الفصل. والاكزامان يعاونكم بزاف، تقدروا 18 19 يعني في الفايده تاعكم. باسكو الاكزامان خوتي بعض الاحيان بعض الاساتذه يديروا اسئله وتجاوبوا عليهم، وبعض الاساتذه يدير لكم فري وفو، يعني تخيروا صحيح ولا خطا، يعني ما كاش اسهل من هكذا. وبعض الاحيان خاوتي بعض الاساتذه يديروا لكم دي طابلو، يعني جداول وتعمروهم بالاجابات الصحيحه. دونك سا ديبون كل واحد والبروف تاعو. دونك هذه بالنسبه لي موديول الثانويين. جيسبر كو ما نسيت حتى موديول. فوالا خاوتي عندكم ثاني تاه كاين موديول نسيتو اللي هو تي سي او، تكنيك دو كوميونيكاسيون. تي سي او خاوتي معامل اثنين،
وهذا التي سي يو هو الفرنسي. عندكم موديول فرنسي يعلمكم، يعني يعلمكم الفرنسي لا باز، كيفاش تستخدموا جمل، كيفاش تتعلموا الفرنسيه العلميه. دونك هذا الموديول تاع التي سي يو يعاونكم بزاف باش تحسنوا المستوى تاعكم في الفرنسيه. فيه كور وفيه تيدي. الكور كيف كيف الشرح تاع الموديول، بينما التيدي بون احيانا خاوتي ما يكونش فيه الكور، احيانا يكون فيه غير تيدي، عفوا يكون فيه تيدي فقط، الله اعلم ما فيهش كور. لا لا، التيدي يعني هو الكور وهو التيدي او ميم طون. البروف يشرح لكم دي فوا، يعطيكم بحوث ديروهم ودي فوا يدير لكم استجوابات. لا نوت تاع التيدي لا نوت تاع التيدي وحدها يعني تجوزوا استجوابات عليها ولا بحوث، مي في نهايه الفصل تجوزوا اكزامان فينال على الموديول. عندكم اكزامان على هذا الموديول. لا نوت تاع التيدي تمثل 40% من النقطه و 60% تروح لا نوت تاع الكور. فوالا خوتي، هاد المواد الثانويه تعاونكم بزاف باش تطلعوا المعامل تاع المعدل تاعكم، باسكو المعاملات تاعها صغيره وهي سهله دونك تعاونكم. فوالا، بارطاجيو الفيديو لو ماكس، راح نزيد لكم دوتغ فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.